مثلا قبل ما نقول عمليه العلاج في حاجه مهمه عايزين نعرفها. انا دلوقتي انا مواطن اشتريت مانجا، اعرف منين انها مصابه بالهباب الاسود؟ ايه اللي هلاقيه عليها يقول لي انه دي مصابه؟ هو بقينا مليانين اصابات، البني ادم بقى مصاب، كورونا والمتحورات وحتى الفاكهه بقت مصابه. انا مش عارفه ايه حكايه الاصابات في هذا القرن من الزمن. يعني خليني برضو ارجع اقول لحضرتك تاني، الفكره بتاعه العفن الهبوبي ده ايه اصلا؟ العفن الهبوبي ده عباره عن الماده اللي هي اللزجه اللي بتنزل من الشجره او بتنزل على الثمر، ده بيتجمع عليها تراب، ده اذا غسلناه ما عادش في حق، يعني ما نقدرش نقول في عفن هبوبي طالما تم غسلها. يعني هي مش بتدخل جوه المانجا؟ لا لا لا، الحشره دي بتبقى على القشره. لا 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 لا، ده بتبقى على القشره، يعني مش ملهاش اي علاقه بجوه المانجا، فدي لو اتغسلت خلاص. طبعا احنا نغسل حلو جدا على فكره، بس انتوا طلعوا لنا المانجا سليمه يعني. حتى الشجره نفسها بتتغسل بصابون بوتاسي وبعض الحاجات بتبقى خلاص بينتهي الموضوع. المزارع غير مهدد، ما عندوش مشكله، يهمنا طبعا اخواتنا واهلنا وناسنا. هل المزارع هيبقى عنده مشكله؟ يعني خطر يعني مثلا انه المحصول هيتاثر، فالدخل بتاعه هيتاثر؟ يعني خلينا نكون صادقين مع نفسنا، احنا بنواجه متغيرات مناخيه بتاثر على كل دول العالم، دي ظاهره موجوده وكلنا شايفينها عندنا، بس احنا عندنا اليات المقاومه والجهود اللي بتقوم بيها الوزاره واللي بتقوم بيها الاجهزه تبع الوزاره، سواء من خلال مركز البحوث الزراعيه او من خلال القطاع الخدمات الزراعيه او من خلال الاداره المركزيه للمحاصيل البستانيه، والتواصل المستمر والزيارات المتتاليه لاخواتنا الفلاحين عشان نقدم لهم نصح والارشاد وبرامج التوعيه والارشادات اللي بننزلها كل شهر بالتوصيات وفقا للمتغيرات المناخيه اللي بتكون موجوده، كل ده بيكون عامل ان احنا ازاي نقدر نقاوم التاثير الخاص بهذه الظواهر. كل المزارعين اللي التزموا، واكيد نسبه كبيره من اخواتنا المزارعين ومعظم المزارعين التزموا بالالتزام بهذه التوصيات، ان شاء الله مش هيتاثروا، والحال المزارع المصري والفلاح المصري واعي جدا ويعلم اليه مواجهه كل الاصابات اللي موجوده، وبيعي وبيعلم ان ما يقدم ليه من نصائح هو بيكون قادر على تطبيقها، عشان ده بيعود عليه بالنفع وكمان بيعود على الدوله ان احنا نقدر نوفر. ثالث حاجه مصبوع، ان احنا عندنا المساحات الكبيره اللي منزرعه الحقيقه بالمانجا، احنا عندنا اكثر من 300,000 فدان، جوده المانجا المصريه معروفه طبعا احلى مانجا في الدنيا. بالظبط، والمساحات المانجا ماركه مسجله يا دكتور محمد باسم مصر. الحمد لله، الحمد طبعا لله، ومش بس المانجا، احنا عندنا الموالح الحمد لله لينا مرتبه اولى على مستوى العالم، عندنا الفراوله. لا اصل انا عايزه اقول لحضرتك احنا حتى يعني المانجا لما الواحد بيسافر في اي حته في الدنيا بيلاقي مانجا وبيلاقي احجام وبيلاقي اشكال وبيلاقي شكل، بس حقيقي من جوه ولا حاجه ولا ليها طعم ابدا ابدا يعني. وعموما انا بشكرك جدا يا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه على هذه المعلومات. عايزه اقول بقى يا جماعه، انا بيسالوني بيقولوا لي يعني هو الخصم عشان ايه؟ ما هي المانجا كده، عشان هم مش فاهمين ان هم كنت نفسي انه المانجا تيجي صفرة عشان اكل حته وادوق لكم، فحرمت من ذلك فعشان كده يخصم ليهم. الناس كلها عايزه اقول لها يعني اطمنوا، المانجا المصريه بخير